وراها بشي، يعني يوم التطور اللي وصلنا له، الواحد لما بيعمل مشكلة مع مرته أو مرته بتعمل مشكلة مع زوجها، ما عاد في شيء اسمه بيوت أسرار للأسف. يعني السوشيال ميديا صار على المكشوف، أسرار البيوت كلها صارت مفضوحة. فيديو اليوم راح نحكي عن المشكلة اللي صارت بين المغنية شاكيرا واللاعب البرشلوني بيكي. المشكلة صارت انترناشونال عالمية، يعني شو صاير بيناتوا الاثنين، شو اللي خلاهم يوصلوا هون، كل هذا وأكثر ستتابعونه مع المحقق أحمد. قبل ما نبلش المشرك يشترك بالقناة ولا تنسوا زر اللايك وتعليق حلو. Let's get started. القصة ما فيها ان شاكيرا كانت مرتبطة ببيكي من سنين، بس اللي صار بالفترة الاخيرة بيكي خانها لشاكيرا ببنت عمر 22 سنة تقريبا، وهالشي جرحها لخالته شاكيرا كتير يعني، وخلاها انها فورا تنفصل عنه. وعملت غنية عن الانفصال اللي صارت بينه وبين بيكي، انها هي مكسورة ومجروحة، وكلمات الغنية هيك حزينة. المهم بعد فترة من الانفصال ما بعرف شو صار بالخفة بينه وبينه، لحتى رجعت عملت غنية تانية. بسبب هالغنية اليوم السوشيال ميديا كله عم يحكي عن الموضوع، وشركات كتير استفادت بسبب خلاف الاثنين هدول. رح لكم شو صار بالتفصيل. غنية شاكيرا الجديدة اللي نشرتها اول يوم حصدت 71 مليون مشاهدة، ولحد هاللحظة المشاهدات لساعتها بارتفاع. بس بالغنية هون الشغلة الحساسة هي اللي سببت هذا الجدل الكبير بيناتهم. قالت انه انت بدلت سيارة فيراري بسيارة رينو توينجو، وقالت له انك بدلت ساعة رولكس بساعة كاسيو، وقالت كمان بالغنية انه انا بساوي تنتين هيك اشتريت تنتين بنات بعمر ال 22، وقالت كمان انك انت عم تدرب جسمك كتير بالنادي ونسيان انك تدرب عقلك وطريقة تفكيرك. هلا هون بلشت المشاكل. لما حكيت عن الفيراري انك انت استغنيت عن الفيراري واخذت سيارة رخيصة، هي رخيصة بتقصد فيها البنت الثانية، والكاسيو نفس الشيء. هون طلع بيكي مقطع فيديو هو وشاري سيارة توينجو وعم يسوقها، يعني مثل عم يغيظها لشاكيرا انه انا ايه بدي هي، انا هي انا استغنيت عن الفيراري، بدي هي سيارة الترينو، انا هي بدي اياها. مو بس هيك، بالبودكاست اللي عمله على التويتش طلع بس مباشر، الزلمة عمل عقد مع شركة كاسيو للساعات، وضمن البث كان لابس الساعة وصار يأشر عليها انه هي بايده لابسها، وساعة منيحة وساعة بتضل معك طول الحياة، كان معه عدة ساعات، بس هيك صار يوزع على رفقاته اللي قاعدين معه بالبث. كاسيو nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Estás vacilando. No, os lo digo en serio. Toma, mira, aquí tienes uno. Mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai, toma. ¿Para mí? ¿Cómo? Para ti, porque tenemos... طلعت تغريدة باسم كاسيو، بس طبعا هاي التغريدة طلعت غير صحيحة. شو حكى الأكاونت المزيف لكاسيو؟ قال عمر البطارية اللي بيساعد كاسيو بدوب أكتر من العلاقة بين شاكيرا وبيكي. يعني بيكي عم يحاول بشتى الطرق أنه يغيظها مثل ما هي غاصته بالغنية. بالغنية وصلته هو أنه زب وحدا مو منيح وما بيليق فيها ومن هالكلام. مو بس هيك، بيت شاكيرا على بيت حماتها، على حيط بيت حماتها، يعني بيت شاكيرا على حيط بيت امه لبيكي. فمن مده حطت فزاعه على البلكون عندها على البرندا، وشغلت هي الغنيه باعلى صوت مشان تستغيظ امه لبيكي. يعني الامور شاعله بيناتهم صح. هلا بنحكي للحق نجي للواقع، مين بلش وليش وشلون. بيكي بيكي الحق عليك، ما بصير تعمل هيك، غلط، ما بصير، عيب. عندك ولدين من المرأة، صحيح مو متجوزين، ما بعرف ليش مشاهير ما بتجوزوا، يمكن مشان قصص اذا تطلقوا طلاق نص السرو، وهي اكيد مشان هيك. يعني انه حتى كريستيانو رونالدو لليوم ما تجوز من جورجينا. ما اللي بتطول سيره، انا برايي اللي عم يصير اليوم بالسوشيال ميديا غلط كتير كبير، خاصه لما اسرار بين اثنين هيك تنحكى بالعلن. يعني انا برايي المشاكل اللي بتصير بين اثنين مشاهير لازم ما تطلع للعلن. هلا صحيح بيكي غلط مثلا انه غدر فيها لشاكيرا خانة، بس كمان انت طلعتي عملتي غنية حزينة زعلانة على حالك، تمام اوكي، بس طلعتي كمان قصفتي ارض جو. يعني ما بعرف هل هي حركة قصدا عملتها شاكيرا؟ هي بنعرف انه قصدا انه لانه هي بتكره بيكي، بس ولكن من الناحية الربحية ما حدا فينا تطلع الناحية الربحية. شاكيرا لليوم صارت ربحانة 122 مليون دولار من ورا هي الغنية. اي شيء فيه مشاكل على السوشيال ميديا بيجذب العالم، خاصة بين مشاهير عمالقة كبار مثل دون اثنين. بس نظرا لرد بيكي انا ما بظن انه قصة ربحية، ما كانت عم تفكر بالربح ابدا، هي ما أنا أصلا مصاري أساسا. بس ما هي المبلغ اللي إجاها من وراء الغنية 122 مليون، وما زال بصعود الأرقام الربحية تبعات شاكيرا بطلوع. طبعا بيكي كمان استفاد لما تعاقد مع كاسيو. يعني أي اثنين من المشاهير بيعملوا مشكلة تنطلق على السوشيال ميديا مثل النار، يعني الاثنين بيستفادوا. صحيح في مشاكل العالم عم تحكي عليهم، شي عم يحكي بالمنيح شي بالعاطي، بس بالنهاية أخذوا مصاري، يعني استثمروا، حتى مشاكلهم بيستثمروها الجماعة. يعني أنا بوجهة نظري هيك مشاكل ما لازم تطلع على العلن، كان ما لازم
شاكر تعمل هي غنية. هو كمان هو اللي بلش أكيد, هو اللي بلش المشكلة أنه غدر فيها وهيك. بس يعني بالنهاية كل واحد عنده عالمه, كل واحد أدرى بشخصه وحر بحياته. أنا هي وجهة نظري بالفيديو هذا رأيي عنه. أنتوا شو رأيكم فيه؟ يعني ما مين الحق, مع بيكي ولا مع شاكيرا؟ اكتبوا لي بالتعليقات كمان. بس لو بيخلص الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك, وانتظرونا فيديوهات جاية. أديوس.